السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. مرحبا بكم جميعا للحضور الكريم وكل من يشاركنا هذا اللقاء. نعيش هذا الوقت المبارك في تدبر كلام الله عز وجل ومع درس جديد من دروس التدبر، والذي يأتي بعنوان وقفات تدبرية مع سورة الطلاق واللقاء الخامس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يرعى كتابه حق رعايته ويتدبره حق تدبره ويقوم بقسطه ويوفي بشرطه ولا يلتمس الهدى في غيره، وأن يهدينا لأعلامه الظاهرة وأحكامه القاطعة الباهرة، وأن يجمع لنا به خير الدنيا والآخرة، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك، اللهم لا تعذب ألسنة تخبر عنك، اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقائك، اللهم لا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ مع الآية الثالثة ولنا معها وقفات. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يسوق ربنا تبارك وتعالى الرزق للمتقي. والله الجملة دي خمس كلمات، ويرزقه من حيث، أداة النفي لا يحتسب. لو آمنا بالجملة دي اعتقدناها وتحركنا من خلالها، الحياة كلها تتغير. معناها يسوق الله الرزق للمتقي، لسه في بقية، من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به. يعني هيعمل لكم اللي لا يخطر لكم على بال، هيأتي بالرزق من حيث لا يفكر فيه الإنسان. وطبعا يا جماعة ده تقرير عام في كل الحياة، حقيقة دائمة أن أهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون. ولكن خلي بالكم بقى، ركزوا جدا، إلصقها هنا بأحكام الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عندما يتقي المتقون الله في هذا الشأن بصفة خاصة. ليه يا جماعة؟ لأن الشأن ده لا ضابط فيه أحس ولا أدق من ضابط الشعور والضمير. ليه؟ التلاعب فيه مجال واسع، المحامين شغالين فيه من واسع، بس قول كذا وهنعمل كذا، بس قول كذا ويحصل كذا، وهنرتبها وانصغها قانونيا، ونجيب شهود ظهور، ونحكي بعض المواقف، وحصل وضرب وضربت وقالت وعادوا. اللي هيضبط المسألة الضمير، لأن مجال التلاعب هنا واسع، ولا يقف دونه إلا تقوى الله وحساسية الضمير. مهم جدا والله. فالتقوى سبب في سعة الرزق، والوقوف على حدود الله سبب في سعة الرزق، وإن توهم متوهم غير ذلك. أصلا ما بتأكلش عيش اللي من دول، ما هم الناس عايزة كده، عايزة تعيش في فقر دائم. الناس عايزة حتى لو رزقت محرومة البركة. والله واحد من اللي بيجيبوا فلوس من الحرام قال له والله يا شيخ بعد كل المصاريف ممكن أصفي يوميا مبلغ يصفي لي في الشهر مبلغ غير عادي، ببقى آخر الشهر مديون. ومن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ويثق به في تسهيل ذلك. يا سلام يا سلام على الجمل دي، جمل خطيرة جدا ومهمة جدا. ومن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه،
يعني اللي يجيب لي الخير الله، اللي يدفع عني الشر الله، ابقى واثق في العطاء للخير وفي المنع للشر بانه بيد الله سبحانه وتعالى. فهو حسبه اي كافيه، فهو حسبه اي كافيه الامر الذي توكل عليه فيه. انت موكل امرك في الموضوع الفلاني هيكفيك هذا الامر، هيقضه لك افضل مما تتخيل وتتصور. بس المساله بس مساله معتقد. واذا كان الامر في كفاله الغني القوي العزيز الرحيم فهو اقرب الى العبد من كل شيء. يعني لو ان مثلا المساله مثلا ان انا بدور على دواء في صيدليه، وعارف ان الصيدليه دي ما فيش عندها نواقص، كل المطلوب، فواحد يقول لك والله انا لفيت، بيقول لك بس روح صيدليه فلان وان شاء الله تلاقي فيه، دي عندها كل الادويه، فثقتي في الصيدليه تخليني متوجه لها. مثلا بشتري اي امر، افضل سعر وافضل جوده عند فلان، روح له وهيجيب لك اللي انت عايزه. ثقتك في ربنا ايه؟ ثقتك في القوي الغني العزيز الرحيم، على حسب ثقتك هيأتي طلبك. أقرب إلى العبد من كل شيء. ولكن خلي بالكم بقى، خلي بالكم مسألة دقيقة جدا في التعامل مع الله. ربما الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له. لو أعطاه لك الآن هيفسدك، لو أعطاه لك الآن مش هتنتفع به، فيأخره لك للوقت المطلوب والوقت المناسب ويعطي لك إياه. فمن يكل أموره إلى الله فالله كافيه وناصره وحافظه، ومن يتخذ الله وكيلا له فالله يكفيه سبحانه، فهو نعم الوكيل. فلهذا قال إن الله بالغ أمره، لابد من نفوذ قضائه وقدره. ولكن إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر في وقته، هو يعلم ونحن لا نعلم، هو قادر ونحن لا نقدر. إن الله بالغ أمره. مجال الكيد في العلاقة الزوجية واسع، مسالكه كثيرة، قد يؤدي إلى محاولة اتقاء الكيد بكيد، وإحنا شاطرين قوي في رد الكيد بكيد، ونأمن نفسنا ونروح قبل ما يشتكي نشتكي، وتبقى شكوى مقابل شكوى، ونسقطوا بعض ونطلع منها زي شعر من العجين. لازم تقوى الله. فها هنا إيحاء بترك هذه المحاولة، مش هرد على الغلط بالغلط، أنا هتوكل عليك يا رب، أنت حسبي في هذا الأمر يا رب. وهو كاف لمن توكل عليه، فالله بالغ أمره. يكيدون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم ويدا. حتى لو كسبوا أول جولة، حتى لو المحكمة حكمت له، والله سييسر الله لك، سييسر الله لك. يعني من الحاجات الغريبة جدا اللي مرت عليها في موضوع المحكمة دي، واحد كان عليه قضية، بقول القاضي في يوميها كل اللي موجودين حكموا عليهم ب10,000، غرامة 10,000، غرامة 10,000، يقول وحكم عليا ب10,000، رحت ادفع، الراجل اللي بيسجل بدل ما يكتب 10,000 كتب 10 جنيهات فقط. القاضي نطق بال10,000 ولكن الله أراد أمرا آخر. وكل أمرك لله، كفيك سبحانه. فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر وقوة القاهر الفعال لما يريد البالغ ما يشاء. انتوا الكلام ده معتقدينه ولا مجرد كلام؟ هنا النص عام، والمقصود به انشاء التصور الايمان الصحيح في القلب. التقوى محلها القلب. كيف القلب في التعامل مع الله؟ كيف علاقة الإنسان مع الله بالنسبة لإرادة الله وقدره؟ لكن
هو القضية دي عامة، إن الله بالغ أمره في كل الأمور، لكن وروده هنا بمناسبة أحكام الطلاق له إيحاؤه في هذا المجال وأثر، إن المسائل دي فعلا هي عندها شهود زور، هو عنده شهود زور، أنا مش هجيب شهود زور، هو المحامي بتاعه هيعرف يلفق وهيعرف يمشي وهيعرف يمشي، أنا مش هسلك الطريق ده أبدا. قد جعل الله لكل شيء قدر وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. المعنى يا جماعة ينفذ أمره، ينفذ الذي يريده سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فكل شيء له قدر. حاجة كده مترتبة عند ربنا، كل شيء مقدر بمقداره وبزمانه وبمكانه وبملابساته وبنتائجه وأسبابه، ليس شيء مصادفة، ليس شيء جزافا في هذا الكون كله وفي نفس الإنسان وحياته، وهي حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب كبير من التصور الإيماني. مسألة المعتقد ده وما في قلبي ملوش علاقة بالظروف يا جماعة، ملوش علاقة بالاضطرار، ده ليه علاقة بالافتقار إلى الله، بالتذلل إلى الله، بالتضرع إلى الله في أي مسألة. دي مثل قول الله تبارك وتعالى في معتقدي وخلق كل شيء فقدره تقديرا، دي في سورة الفرقان، مثل الآية في سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر. ولكن خلي بالك ذكر الحقيقة دي الكلية هنا يرتبط بما قدره الله عند الطلاق وفترته والعدة ووقتها والشهادة وإقامتها، كل دي مرتبط بالأسرة، ونطبع هذه الأحكام بطابع السنة الإلهية النافذة والناموس الكلي العام، ويوقع في الحس أن الأمر جد، من جد النظام الكوني المقدر في خلق الله وقدرته على كل شيء. يا سلام لو فهمنا المعنى ده وعشناه وآمنا به وتحركنا من خلاله. أختم بقى الآية بعلمتني الآية أن، وركزوا جدا، دي تدبر الصورة، تدبر الآية، علمتني الآية أن وعد الله الصادق بالفرج القريب لكل من يتقي سبحانه وتعالى، والرزق من حيث لا يرجو. أيها المتقي أبشر، فرج الله قريب، رزقه سيأتي. علمتني الآية تقرير عقيدة القضاء والقدر، وإن أنا أسيب نفسي لأمر الله أرضى بقضائه وقدره، إن كان خيرا شكرت وإن كان شرا صبرت، وأنا في منتهى الرضا بما قدره الله. يا سلام، سلام لو نعيش في الحياة كده. علمتني الآية كفاية الله لمن توكل عليه، حسبه كافيه. قال سهل بن عبد الله ومن يتق الله في اتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدعة ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. تفصيل جميل أوي للآية وإسقاطها حلوة. ألزم نفس السنة، أبعد عن أي غلط، عن أي معصية، بس روح المحكمة وقولي كذا وكذا، والله ما أقول الغلط أبدا، والله ما أحكي إلا الصح، هو يفتري هي تفتري أنا ماليش علاقة، أنا مش هوصل العيشة السودة اللي أنا عايشها إن أنا أخسر دنيتي وآخرتي. جايز لما ربنا يقدر وأصبر ربنا عوضني في الدنيا، جايز العوض يكون في الآخرة. ومن يتق الله في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية، ما علقش نفسي إلا بالله، ولا أذل نفسي لمخلوق، ولا أفضح نفسي عند أحد، ولا أشهر بنفسي لأي أحد،
قال عمر بن عثمان الصدفي: ومن يتق الله فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال. يا الله الجمال، من الضيق إلى السعة، من النار إلى الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. لما الواحد ياخد طريق التقوى ويقف عند الحدود وما يغلطش وما يقعش في الغلط، حتى لو الطرف التاني غلط، أنا هطلب الحلال، ربنا يخرجني لو في الحرام أطلع للحلال، ربنا يرزقني السعة بعد الضيق، لو أنا في الضيق أتسع، لو أنا عملي يوديني النار ربنا يخرجني ويجعلني من أهل الجنة. قال ربيع بن خثيم: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه، ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له، وتصديق ذلك في كتاب الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. خمس مواضع يخلي الواحد مليان الثقة في الله، يكون على يقين إني يكفيني لما أتوكل عليه، إني يهديني لما أؤمن به، إنه لما هيجزيني الخير لما أقدم له، إني هينجيني لما أثق فيه، إنه هيجيب دعائي لما أدعوه، إني أصل للمعاني الجميلة توصلني للرضا أيا كان الوضع أيا كان الأمر. من عجائب التقوى أحبتي في الله تجلب الرزق من الأبواب المغلقة والجهات المنسية. أي والله، مر علي قصص كثيرة جدا في هذا الباب. من عجائب التقوى تجلب الرزق من الأبواب المغلقة والجهات المنسية. قال ابن الجوزي: تقوى الله سبب كل خير يصيب العبد. يعني الشر اللي احنا فيه ده وقلة الخير نتيجة قلة التقوى. عايزين نعلم مرتفعات معدلات التقوى شوية عشان الخير يأتي. اسمعوا الجملة دي وقيت الواحد يركز فيها: ما افتقر تقي قط. قالوا لما؟ قال: لأن الله يرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله منك ورزق عليه. من أسباب الرزق عمل التقوى، فابذل السبب وأبشر بالرزق. إحنا اللي معطلين الرزق بعدم تقوى الله، إحنا اللي محقين البركة من الرزق بعدم تقوى الله. تقوى الله سبب للخروج من المأزق والسعة في الرزق. عايزين تطلعوا من اي ضيق اتقوا الله، عايزين رزق تقوى الله. فيا عبد الله ابذل اسباب الرزق متخذا التقوى شعارك، ثم انتظر الفرج داعيا الله: يا رب ارزقنا ولا تكلنا الى احد من خلقك. اللهم امين. انتبهوا للدين، علاقتك بربك تحدد مسارات التوفيق والنجاح في كل حياتك. تاني، علاقتك بربك اللي هي التقوى تحدد مسارات التوفيق والنجاح في كل حياتك. اي امر، مرات الواحد يبقى مذاكر كويس جدا ويروح ما يوفقش. اغرب مسألة مرت علي، واحدة كانت في كلية وكان أول يوم، قالوا كل الأيام الامتحانات من واحدة لثلاثة ما عدا يوم الجمعة، نبدأ من اثنين لأربعة عشان نعطي فرصة للناس إنها تصلي الجمعة. فهي راحة مذاكرة كويس جدا أول يوم وفقت في الجمعة، فجت تاني يوم راحت مجتهدة جدا مذاكرة، قالوا لها الامتحان ما بيبقى له ساعة لأنها راحت على اثنين زي امبارح، ذاكرت ومستعدت لكن راحة الامتحان. فالاعتماد على الذات فقط لا يكفي، الاعتماد على الذكاء فقط لا يكفي، الاعتماد على الاجتهاد فقط لا يكفي، الاعتماد على الآخرين فقط لا يكفي، لابد من صدق اللجء والاعتماد على الله.
علاقتك بربك تحدد مسارات النجاح والتوفيق في كل حياتك. قال الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات: قيام المكلف بحقوق الله عز وجل سبب لإنجاز ما عند الله من الرزق. قيام المكلف اللي هو البالغ العاقل، المكلف يعني فيه ملكين، حسنات وسيئات بتكتب. قيام المكلف بحقوق الله عز وجل اللي هي تقوى الله سبب لإنجاز ما عند الله من الرزق. ركز مع دي: إن كنت طفت البلاد طولا وعرضا وضاقت بك السبل اطرق باب الرحمن بمفتاح التقوى سيأتيك الرزق من حيث لا تتوقع. يا الله على الكلام. لو انت تبحث عن الرزق وطفت البلاد شرقا وغربا طولا وعرضا وضاقت بك السبل اطرق باب الرحمن بمفتاح التقوى سيأتيك الرزق من حيث لا تتوقع. وعندها أبشر أيها البائس، وعد من الله، وعد من الله لأهل تقوى فرجا بعد ضيق ورزقا بعد شدة، كن على يقين بأن الله سيمنحك الأفضل بالتقوى. في تقوى الله تفيج للهم وسعة في الرزق. ويا أيها المحزون ويا أيها المظلوم لا تحزن، إنما هو وقت صبر فيأتي فرجك من عند الله وعد أكيد. إذا اتقيت الله لا تحمل هم رزقك، ولا تكن للعيش مجروح الفؤاد، إنما الرزق على رب العباد. حقق لنفسك التقوى كي تتقلب، كي تنقلب أمامك المعادلة فجأة يدهشك بالعطاء فتحظى بالفرج والرزق من حيث لا تدري ولا ترجو. لا تعتمد في الرزق على ظنك ولا تشغل بالك، فالله يغلق ما تظن ببالك ويفتح ما يريد، فنم قرير العين فربك يرعاك. كم من مريض نام بمرض واستيقظ على العافية، كم من محروم أعطاه الله من حيث لا يدري ولا يحتسب. من مواطن امتحان القلوب للتقوى، ركزوا في الجزئية دي قوي قوي يا جماعة، بتيجي امتحانات، امتحانات للقلوب، امتحانات للتقوى. من أماكن بقى، من مواطن امتحان القلوب للتقوى تيسير سبل المال الحرام مع ضيق ذات اليد ليبتلي الله العباد. يا سلام، تلاقي أمور ضيقة، واحد بيقول تعالى معايا بس شهادة زور وأديه 500 جنيه. هو بيراعي الله في عمله، يقول له بس فوت الموضوع ده هوت وهديك 1000 جنيه. فده امتحان، وقد يكون محتاج، وقد يرى نفسه مضطر، ولك مرة واحدة بس وهتوب، ويفتح الباب ما عادش يقدر يقفله. امتحان قلوب، امتحان خطير جدا، امتحان حساس جدا، ولا ينجح منه ولا ينجح فيه إلا الموفقون وهم المتقون. خلي بالكم بقى، بين الخير والخير يتواجد الأجر العظيم، وهو الابتلاء، والأجر على قدر الصبر. احنا في خير، جه ابتلاء نصبر ناخد اكل، ربنا قاعد يعطينا للدنيا فيمسكها شويه فنلجا له ونعمل شويه عباده ونصلي شويه بالليل ونصوم شويه بالنهار ونقرا شويه في القران ونزود الحسنات، يوم ربنا يبعث الفرج ويكتب الاجر. اغرب ما مر علي جت في بالي الان، كنا في الحرم، يا رب ما تحرمنا الحرم. كنا مره قبل صلاة الظهر والأذان بيأذن كده، أقول يا سلام، وأقفل الأبواب هنصلي برا، بقول يا سلام لو ربنا يسر لي الأمر كده وأصلي قدام الكعبة. وأنا بقول الكلام ده من الجنازة جاية، فقمت جاي داخل شايل معاهم الجنازة دي بيحطها جوه الكعبة، وصليت في الصف الأول.
كنا مرة بنتجهز أنا واحد من المشايخ، وبعدين دخلنا نجدد الوضوء. بعد ما خلاص وصلنا الباب الحرم نسى الحزام اللي هو بتلف على الرص ده، في كل أغراضه، في فلوس وفي أوراق وفي حاجات كتيرة. من الخضة احنا رجعنا في أقل من لحظة، يعني أنا أظن إن احنا طيرنا طير وما لقناش حاجة. أنا عمري ما شفت الشيخ ده في تضرع لله زي الوقت ده. يعني أنا بقيت مشفق عليه، أنا بقيت أكلم ربنا أقول له يا رب هو لو جالي بالحالة دي هرحمه، لو أقدر إن أنا أديله طلبه بعد الذل اللي وعد الذله ده مش هتأخر عنه، وأنت أرحم وأنت قادر وأنت قادر، وصل له مراده وحقق له طلبه. بعد ما خلصنا الصلاة واحنا نسأل في مكان كده من المفقودات، لقينا كل حاجته موجودة بفلوس وبأوراق وبكل متعلقاته. قال لي فهمت الدرس؟ قلت له فهمني. قال لي احنا الطبيعي بتاعنا لو ما كانش ده حصل كنا نقعد نهزر ونضحك ونصلي براحتنا ونصلي واحنا ساهيين واحنا لغي في لهو ومش واخدين بالنا. فالله أردنا ان احنا نتضرع له، نتذلل له، نتمسكن له، ففي خير وتيجي مصيبة عشان ترفعنا وربنا جاب الخير. يا سلام لو فهمنا المعنى ده، يعني في لحظة الشدة استعين بالله ان صاحب الخير الكتير ده هيفك لك الأزمة، هتمر وكل مر سيمر وسيعقبه يسر سيصر. بس احنا بنبقى ساعة اللحظة بتبقى الدنيا قافلة والدنيا سودة وخلاص ومش عارف ايه وبتاع. يا سلام في لحظات الضعف دي لما نثق في الله ونسأل الله كل الأبواب ستفتح بإذن الله، وتبقى قصة الأرزاق مما يحير العقول. فكم من رزق خفي ساقه الله لك بسبب عمل خفي صفت به النية. ما بمعنى ان ام اسماعيل كانت تبحث عن الماء بين الصفا والمروه. زمزم جت بين الصفا والمروه يا جماعه؟ جت عند رجلين اسماعيل. يعني لو كانت قعدت جنب مني اسماعيل كانت لا غلط. صدق اللجئ الى الله، ان القلب يبقى معتمد على الله واثق بما عنده، والجوارح تاخذ بالاسباب. فممكن انت بتاخده بالاسباب في مكان والخير يجي من مكان تاني. يعني مش اعمل خير ويرميه البحر، او ان الواحد يقول ده ما يستاهلش ان انا اعمل فيه خير، او خيرا تعمل شرا تلقى. لا والله، هي المساله عند ربنا كبيره. واحد قصر معاك في خير عملته، ربنا يعوضكم من باب تاني. اعمل الخير في اهلي وفي غير اهلي، دي تقوى الله يا جماعه. وانت بقى رايح له كده خلي بالكم من المساله دي، تبقى على يقين ان الله لا يريد ان يشاركه في قلب عبده احد من خلقه. صف قلبك لله. اسمعوا، من وضع امله بالناس خذل وخاب كل امل له. كل امل ورجاء لما تحطها في الناس. فسلم أمرك لله وتعلق بحباله، فوحده الذي لن يترك يدك. ما أعظم عناية الله الرحيم الرحمن ولطفه بعباده ورحمته بهم. الأبواب التي تراقبها لرزقك تشغلك وتحزنك، رزقك يأتي إليك من الجهات التي لا تخطر ببالك، فعلق قلبك بالرزاق لا بالرزق. وانت معك ايه؟ انت مالك؟ وانت جالك ايه؟ وانت ايه اللي دخلك؟ الحبايب عليك، ومين اللي قالك؟ انت شاغل نفسك بغيرك ليه؟ انت بتتمنى اللي في ايدين الناس ليه؟ انت بتحسد الناس ليه؟ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ ده رزق رزقه الله إليهم. انتوا بتعترضوا على احكام الله عز وجل ليه؟ ليه تقول يا رب ما اعطتنيش واعطيت فلان؟ انت مالك؟ دي مسائل تحتاج لايمان بالقضاء والقدر. عشان كده
لا تستعجل الأمور، اطمئن، فكل شيء سيقع في وقته الذي قدر الله له قدره. خذوا مختصر من مختصرات الحياة، خذوا سنة من سنن الحياة، خذوا مسألة لتعيش في طمأنينة، لا فرحة دائمة ولا حزن مستمر. أحزانك لن تدوم، ستنتهي في لحظة ما، ولا شدة إلا وتنفرج في يوم ما. جميل والله أن نعطي الأشياء قدرها واعتدالها، فلا نضخمها أو نحملها ما لا تحتمل. هي طلقت، هو طلق. كان عندي واحد هنا امبارح عد أيمان الطلاق، قلت خلاص ما عاد تجوز لك، استنفدت كل المرات. أنا أستشعر وكأن الدنيا انهدت على رأسي. لو جعل ده باب فرج أصلح أخطائي، وإن خط تجربة أخدها صح فأسعد فيما بقي. عشان كده الطلاق كان رحمة، وفي باب من أبواب الخير. فمن مختصرات الحياة وسننها لتعيش في طمأنينة، لا فرحة دائمة ولا حزن مستمر. أحزانك لن تدوم، ستنتهي في لحظة ما، ولا شدة إلا وتنفرج يوما ما. قال ابن مسعود: إن أشد آية في القرآن تفويضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلي بالكم، انتبهوا جدا، ربنا لم يقل ومن يتوكل على الله يعطيه، بل جعل نفسه الشريفة كافية عبده المتوكل عليه. ما هو ممكن يعطيك وما يكفيش، ممكن يعطيك ولا يكفي، ده هو هيكفيك كل ما أهمك. ولو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. شفت المشاكل من عندنا زي احنا السبب في المشاكل اللي احنا بنعانيها. احفظوا الجملة دي: من توكل على الله في كل المهمات كفاه الله تعالى كل الملمات. عندما يعلق طالب الأمر بربه ترتفع همته وتسكن نفسه ويهدأ قلبه، يهدأ بدل الإزعاج اللي الناس فيه. أحبتي، الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد اليأس من أن ينكشف من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده فإنه سيكفي. أحبتي، من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس. قواعد كده، مسائل ما خلصها بعضها. كفاية الله العبد وإعانته له، كفاية الله العبد وإعانته له بمقدار صدق توكله عليه، بمقدار صدق توكله عليه. أعرف العسر الذي مر بي أو يمر، وأقاسي مرارته وحرارته، ولكني لا أحتسب ولا أدري من أين يأتيني الفرج. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الاعتماد على الله يعين في تحقيق الغايات ولو بوسائل ضعيفة، زي ما احنا بنقول كده، يجعل سره في أضعف خلقه. هو الله قواه والله يسر له الأمر. والاعتماد على غيره يذهب ببركة الغايات وإن تحققت. عارفين يعني ايه؟ يعني الواحد لما يعتمد على ربنا ان يعينه ان يحقق طلبه، حتى لو ما فيش امكانيات ربنا بيعينه وبيسر له الأمر وبيهاله الخير. طب لو اعتمد على غير ربنا، حتى لو تحقق مراده هيبقى عديم البركة، هيبقى قليل الخير،
هيبقى عديم النفع. خلي بالكم، تعظم المصائب وتتوالى، لكن كن على يقين وثقة بالله، فمن ظلمة المصائب يبزغ نور الفرج. كل ما تشتد قوي يبقى قرب الفرج إن شاء الله. مواقفك المفرح منها والمحزن، علاقاتك بالناس واجتماعاتك معهم ومحبتك لهم لا مكان فيه للصدفة، كل شيء مقدر. إن الله بالغ أمره، سيقع أمر الله لا محالة، سيدفع الشر ويزول الضر وينزل النصر وتنفرج الشدة، ولكن ليميز الله الصابرين. أتصبرون؟ نصبر إن شاء الله. أوجاعنا وهمومنا ومشاكلنا بل وآلامنا حلها في صدق التوكل على الله والثقة بكفايته. فاللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وكمال اللجئ إليك والثقة بكفايتك وحسن الظن بك. لما ذكر كفايته فهو حسبه، ربما أوهم إنه بس مجرد ما غمض فتح إليه اللي هو عايزه. لا لا لا، مش معناها تعجل الكفاية، وقت التوكل عليه. فعقبه قد جعل الله لكل شيء قدرا، جايز الخير لك بعد شوية. يوسف لما كان معه رفيقيه في السجن، الأول خرج وصلب ومات، والثاني كان خادم، ويوسف تأخر خروجه فكان إيه؟ فكان إيه يا جماعة؟ عزيز مصر، اجعلني على خزائن الأرض. فمش العبرة إن الواحد يعني إيه يكون هو الأول، لا. فإحنا نبقى ننتظر الفرج بثقة إن لسه وقته ما حنش، إن ربنا هيأتي بالفرج في الوقت الذي يريده بالطريقة التي يراها، وإحنا واثقين فيك يا رب. دي نظرات سريعة في الآية الثالثة. أما الآية الرابعة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اختمى بتكلم في أمور تخص البيت، مسائل فقهية وعلاقات أسرية. لما ذكر الله تعالى أن الطلاق المأمور به أن يكون لعدة النساء، فيذكر العدة والنساء بتختلف، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني بأن كنا يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبر أو لغيره ولم يرجو رجوعه، فإن عدتها ثلاثة أشهر، جعل الله لكل شهر مقابل حيضه، لأن غالبا المرأة تعيض عادة شهرية يعني مرة كل شهر، فجعل كل إيه الفترة ثلاثة أشهر بثلاث حيض. يبقى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، أول مسألة ثلاثة أشهر. إن ارتبتم يعني شككتم في العدة، نعتبر عدتها ثلاثة أشهر. طب واللائي لم يحضن، ممكن صغيرة لم تحض بعد، والبالغات اللاتي لم يأتيهن حيض بالكلية، فهن كالآيسات كبيرة السن اللي خلاص انقطع الأمر ولم يأتي، دول برضو عدتهن ثلاثة أشهر. وأما اللائي يحضن فذكر الله عدتهن في سورة البقرة، المطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة قروء. طيب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني النساء الحوامل عدتهن وضع الحيض وضع الحمل، أن يضعن حملهن، جميع ما في بطونهن من واحد أو متعدد، ولا عبر حينئذ بالأشهر ولا غيرها، لأن الحمل لا تحيض. يبقى عدتها الوضع، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
من اتقى الله تعالى يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير. معنى الآية: والنساء المطلقات التي انقطع عنهن دم الحيض لكبر سنهن إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن فعدتهن 3 أشهر، والصغيرات اللاتي لم يحض فعدتهن أيضا 3 أشهر. طب وذوات الحمل من النساء عدتهن أن يضعن حملهن، ومن يخاف الله فينفذ أحكامه يجعل له من أمره يسرا في الدنيا والآخرة. وهذا تحديد لمدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل يشمل اللاتي انقطع حيضهن واللاتي لم يحضن لصغر أو لعلة. بتحيض 3 حيض، لا تحيض يبقى 3 أشهر. ذلك أن المدة التي بينت في سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات الحيض، 3 حيض أو 3 أطهار على اختلاف التفسير الفقهي في المسألة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، كلمة القرء دي تحتمل الحيض وتحتمل الطهر، وهي محل خلاف. فأما التي انقطع حيضها والتي لم تحض أصلا فكان حكمها موضع لبس. وما طبعا كان نزلت آيات سورة البقرة وهم خلاص عرفوا الحائض تعيد لما تحسب طلقها 3 حيض. طب اللي ما بتحضش كان الأمر عندهم إشكالية، فجاءت الآية تبين وتنفي اللبس والشك وتحدد 3 أشهر لهؤلاء وهؤلاء لاشتراكهن في عدم الحيض الذي تحسب به عدة أولئك للسباق الحوامل. فجعل الحامل عدتها الوضع طال الزمن أو قصر، ولو كان 40 ليلة فترة الطهر من النفاس، لأن براءة الرحم الوضع مؤكدة فلا حاجة إلى الانتظار. الانتظار ده لاستبراء الرحم، فخلاص هي وضعت ما في بطنها، بطنها بقت فاضية، يبقى انتهت عدتها. والمطلقة تبين من مطلقها بمجرد الوضع. أغرب قصة مرت عليا، والحقيقة عشان خاطر هم متظبطين دي مش هتيجي بقى في التسجيل، فأنا بقول بقى براحتي عشان هما ما شاء الله ما فيش بعد كده كلهم. فتلاقوهم في الوحم بيجيبوا حاجات غريبة جدا. فأغرب وحم مر عليا قرأته إن واحدة قالت لزوجها أنا بتوحم على إنك تطلقني طلق، فطلقها فوضعت من يومها فبانت منه. ضحكت عليه، خلصت الموضوع في يوم. ثم تجيء اللمسات والتعقيبات في نهاية الآية: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا سلام على يسر الله لما يأتي، صلى الله أن ييسر علينا كل الأمور. اليسر في الأمر غاية ما يرجوه الإنسان. لذلك الواحد يقول ربنا يسهل لك طريقك، صح؟ ربنا ييسر لك أمرك. هذا أعظم ما نصل إليه، إن الحياة تبقى سهلة يسيرة، ما فيش فيها تعقيدات، ما فيش فيها لبس، ما فيش فيها إزعاج. صلى الله يسهل لنا كل الأمور. وإنها والله لنعمة كبرى أن يجعل الله الأمور ميسرة لعبد من عباده، فلا عنت ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة. يا سلام، يأخذ الأمور بيسر في شعوره وفي تقديره، وينالها بيسر في حركته وعمله، ويرضاها بيسر في حصيلتها ونتيجتها، ويعيش من هذا في يسر رخي ندي. أي والله حتى يلقى الله. ألا إنه لإغراء باليسر في قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة. خلص موضوع الطلاق بسهولة، حتى لو كانت العيشة صعبة ربنا ييسر لك أمورك. خلصي أمور الطلاق بسهولة، حتى لو كان وراك الويل والنجوم في عز الظهر ربنا ييسر لك أمورك. يا سلام على الجمال والحلاوة. ولذلك علمتني الآية ألا أتخذ قرارا ليسره
أو نكاية في من أغضبني، بل أخطى بالطريق الأقوم، ييسر الله لي كل أمر عسير. يا عم طنش، مشي أي حاجة، ده احنا نكيده ونعمل فيه، ده احنا نسوي فيه، بتصعب على نفسك، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، ودي أمور بتخلص في الدنيا قبل الآخرة. هذه الآية، هذا الختام، رسالة ربانية لطيفة، أن من عاند هوى نفسه فلن يجعل الله الحظ يعانده، وسييسر له كل أمر، سييسر له كل عسير، سيسير لصالحه جميع الأمور. شفت لخير بقى لما ربنا هو الذي يسير لك الأمور، هتبقى سهلة إن شاء الله. في تقوى الله يسر بعد عسر، في تقوى الله هداية بعد حيرة، في تقوى الله غنى بعد فقر، في تقوى الله راحة بعد تعب، في تقوى الله فرج بعد شدة. فما أعقل من اتقى، أسهل طريق للحياة السهلة أن نتقي الله. تريد فرجا لهمومك، تريد يسرا لعسرك، تريد سعة في رزقك، تريد عطايا تخجلك من ربك سبحانه وتعالى، راقب الله في علانيتك وسريرتك، وكن من المتقين، وستصر بعطاء ومنح رب العالمين. كلام جميل قوي، كلام خطير قوي، لكن أجمل منه إن احنا نخليه حقيقة على أرض الواقع. إذا تعصرت أمورك وخالجتك الهموم والأحزان، فاتق الله، فهو كفيل بتفريج همك وتيسير أمورك. حينما تضيق الأمور وتستحكم الحلقات ويقنط الإنسان، تأتي تقوى الله فيتسع بها المضيق وتذلل بها العقبات. إن أصابك هم فلا تيأس، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له من أمره يسرا، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. شرط واحد، ومن يتق الله، وعود كثيرة، يجعل له من أمره يسرا، يجعل له مخرجا، يرزقه من حيث لا يحتسب، يكفر عنه سيئاته، يعظم له أجرا. طلب واحد، وعد عليه عطايا كثيرة جدا، ووعده حق. حينما تضيق الأمور وتستحكم الحلقات ويقنط الإنسان، تأتي التقوى فيتسع بها المضيق وتذلل بها العقبات. خلي بالكم، بقدر تقواك تتيسر أمورك. كل الأمور صعبة إن لم يسهلها الله لك، كل الضروب مغلقة إن لم يفتحها الله لك. فاللهم عاملنا بلطفك ولا تعاملنا بأعمالنا. الآية الخامسة، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الله، حكم وقفلة جميلة قوي، بيقول لك وانت بتتعامل مع الحكم حكم تقوى الله، وبيرددها لك وبيكررها لك وبيجيبها لك بصيغ مختلفة، ويأتيها لك بأنواع تنفعك في الدنيا وفي الآخرة، عشان تبقى حريص على وجود تقوى الله. مهما ضاق الأمر، مهما نزل بك الكرب، مهما اشتد عليك الغم، ما فيش أجمل من تقوى الله. ذلك الحكم الذي بيّنه الله لكم، حتى لو كان الحكم عليك، أمر الله أنزله إليكم لتمشوا عليه، لتأتموا به، لتقوموا به، لتعظموه، لتأتموا به، وتعملوا بمقتضاه. ثم تأتي قفلة الآية، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، يدفع عنه المحظور، ويعظم له أجر، ويحصل له المطلوب. ذلك الذي ذكر من أمر الطلاق والعدة، والأمر الذي أنزله الله إليكم لتعملوا به. ومن يخف الله فيتقيه باجتناب معاصيه وأداء فرائضه، يمحى عنه الذنوب ويجزي له الثواب في الآخرة ويدخله الجنة. هذه لمسة أخرى من جانب آخر، لمسة الجد والانتباه إلى مصدر الأمر. فقد أنزله الله للمؤمنين به،
فطاعته تحقيق لمعنى الإيمان ولحقيقة الصلة بينهم وبين الله، ثم عودة إلى التقوى التي يدق عليها دقا متواصلة. كل الآيات لغاية الوقت فيها التقوى موجودة وحاضرة بقوة في هذا المجال، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. فالأولى تيسير الأمور يجعل له من أمر يسر، وتكفير للسيئات يكفر عنه سيئاته، وإعظام للأجر بعد تكفير الخطايا والذنوب. فيض عطايا، فيض عطايا في الدنيا وفي الآخرة لما نتق الله. الفض المغري والعرض المثير، وهو حكم عام ووعد شامل، ولكنه لما نخلعه على موضوع الطلاق له ظلاله، ويغمر القلب بالشعور بالله وفضله العميم، فما له إذن يعصر ويعقد، والله يغمره بالتيسير والمغفرة والأجر الكبير. السلام لما نتفكر في هذه المسائل، السلام. خلينا ناخد الأمر الفقهي أول ونختم به فوائد من الآية وننتهي اليوم إن شاء الله. يبقى المرأة في العدة حالة من حالات: الأولانية المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل، عدتها 4 أشهر و10 ليال. المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل، عدتها 4 أشهر و10 أيام. المتوفى عنها زوجها وهي حامل، عدتها وضع الحمل. مطلقة لا تحيض لكبر سن أو لصغر سن 3 أشهر. مطلقة تحيض عدتها 3 قروء، يعني 3 حيض تبتدئ بالحيضة التي بعد الطهر الذي طلقت فيه، أو 3 أطهار، كل ذلك واسع، ولفظ القرء لفظ مشترك. خامسا، بيان أن أحكام الطلاق والرجعة والعدة مما أوحى الله به وأنزله في كتابه، فوجب العمل به ولا يحل تبديله أو تغييره بأي اجتهاد أبدا. إحنا بننفذ أحكام الله عز وجل، هذا الأمر قضاء، يبقى إحنا مع كلام ربنا. فضل تقوى الله وأنها باب كل يسر وخير في الدنيا والآخرة. اسمعوا الكلام الجميل قوي. قال الإمام القرطبي لما بيّن سبحانه أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الإقراء، عرفهم سبحانه في هذه الصورة عدة التي لا تردم. كلام جميل وكلام مترتب وكلام يعني ولا أجمل من كده. وفي جمال كلام آخر هتلاقوه في المذكرة. آخر علمتني هذه الآية أن كرامة المغفرة والعطاء نقاء ودعاء مستجاب، إن غفر لك أغناك، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. نقف عند قول الله تبارك وتعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. نقف مع هذه الآية وهي الآية 6، يعني انتصف اللقاءات وسنسرع في اللقاءات الباقية ولنا وقفات. وأختم المجلس بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ووالدينا وأهلنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصة، وعن النار مخلصة، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم على النبي المختار وعلى آله وصحبه أصحابه الأخيار، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الخلود في دار القرار.